اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم مع الناس، برنامج مع الناس ولكل الناس، بنتكلم عن كل حاجه تخص الناس. اهم حاجه في برنامجنا هي المعلومه الموثقه ومصدر معلومه. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني وفقره الاخبار. ورجعنا لكم وفقره الاخبار. معايا الخبر الاول، وجه السيد الاستاذ الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه مدير المديريات بالمرور الدائم على المنافذ المشتركه بمبادره خفض الاسعار للتاكد من التزام بالاسعار وجوده السلع المعروضه ونسب التخفيضات، واثنى على الاتحاد العام للغرف التجاريه واعضاء اتحاد الصناعات المصريه للالتزام بعرض السلع في المبادره بسعر الانتاج دون هامش ربح للسلع الاستراتيجيه السبعه، وهي الفول والعدس والارز والسكر والزيت والمكرونه والالبان والجبن. الثاني هيكون عن جهاز حماية المستهلك، والذي طالب المواطنين بضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء وكذلك التأكد طبعا من السعر قبل السداد وفحص السلعة قبل الاستلام وفي حالة الشراء الإلكتروني، وأن يكون من المنصات الموثوق بها وليست المزورة. وطبعا ده دور رئيسي للمواطنين، أنه أي حاجة أنت تشوفها من خلل، إذا كان حد بيبيع حاجة غلط أو مفيش فاتورة والكلام ده، التوجه مباشرة وإبلاغ حماية المستهلك. نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم تاني وبرنامجكم مع الناس. ورجع لكم فقرة المشروعات، وزي ما انتم متعودين معانا في برنامجكم مع الناس، معانا فيديو بتناول انجاز من الانجازات الموجوده على ارض مصر، ونرجع مباشره ونبدا معاكم حلقتكم وبرنامجكم مع الناس. ورجع لكم بعد الفاصل ونبدا مع بعض حلقتكم وبرنامجكم مع الناس. طبعا موضوعنا النهارده هو موضوع شائك وموضوع دايما بنتكلم عنه، الا وهو القضيه السكانيه. عن هذا الموضوع وتحديدا عن دور جامعه الازهر، لقاءنا النهارده هيكون مع ضيفي في الاستوديو الاستاذ الدكتور جمال ابو السرور، مدير المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانيه. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، شرفتنا جدا النهارده. شكرا يا فندم. تعريف القضيه السكانيه ومؤشرات الزياده السكانيه طبعا هي واضحه جدا، بس احنا عايزين برضو نفهمها للناس بشكل سريع وندخل في دور جامعه الازهر. طب الحقيقه القضيه السكانيه كان زمان مفهوم ان هو عدد السكان، لكن دلوقتي دايما بنتكلم عن خصائص السكان، بمعنى ان عدد المواطنين قد ايه، وعدد المواطنين دوت يتناسب مع التنميه الموجوده في البلد ولا لا، وعدد المواطنين دوت خصائصهم الصحيه والتعليميه والمهارات والمؤهلات واشتراكهم في سوق العمل ومساهمتهم في التنميه، وان لابد ان يكون هناك ضبط للزياده السكانيه بحيث انها تتناسب مع التنميه، لان حضرتك اذا كان عندنا عدد سكان كبير وما فيش مصادر كافيه هيكون ايه النتيجه؟ خلل في خلل بالظبط كده، هيبقى في تدهور لنوعيه السكان، يبقى المواطن ايا كان مستواه هيبقى لم يحصل على قدر كافي من التعليم، لم يحصل على قدر كافي من الصحه والتمتع بالصحه، لم يحصل على فرص عمل، لم يستطيع ان يشارك في سوق العمل، لم يستطيع ان يشارك في الانتاج، وبالتالي لن يستطيع تنميه بلده. ولما نتكلم على التنميه الحقيقه ما نتكلمش عن التنميه الحاليه، لا، احنا بنتكلم كمان عن التنميه المستدامه، بمعنى ان من واجب الجيل الحالي انه يحمي ايضا بلده في سبيل وتسليمها للجيل اللي بعده، بدون استهلاك مصادر الثروه الموجوده فيها. صح. طلع جيل يتمتع بصحه جيده، يتمتع بقسط عالي من التعليم، له مهارات، له مؤهلات، أخلق له فرص عمل، يشارك في فرص العمل. الدين الإسلامي والدين المسيحي يدعو أيضا إلى الأمان، وإن تكون نحافظ على صحة الأم، نحافظ على صحة الأطفال، وبالتالي إن إذن النسل والإنجاب الغير منظم اللي يؤدي إلى تدهور صحة الأم أو يؤدي إلى تدهور صحة الأطفال وزيادة نسبة وفيات الأمهات وزيادة نسبة وفيات الأطفال. صح. وأطفال يصبحوا عليلي الصحة. صح. لا يتمتعوا بالصحة، وتشوهات وحدوث تشوهات، وبالتالي لا يستطيعوا أن ينالوا قسطهم من التعليم، وحمل على الدولة كيف أقول أن الشريعة تحبذ أن مثل هذا الإنتاج. نقول لما التعقيم التعقيم حرام، الإجهاض حرام، لكن في نفس الوقت برضو شوف قد ايه الشريعة الإسلامية سامحة ازاي، قال لك حتى تعقيم في السيدات لما نلاقي الحملة هيهدد صحة الأم يجوز إجراء التعقيم، وهو يعني عدم الإنجاب بصفة دائمة. فهو اللي حاصل ان عدم فهم موقف الشريعة الإسلامية الغراء. الحقيقة الأديان السماوية كلها مش بس يعني احنا عملنا في الأزهر الشريف، عملنا وثائق وتعاون مع
الكنيسة القبطية، منها مثلا كتاب المحبة والسلام والتسامح اللي هو محاربة العنف ضد الأطفال صح والنساء بدءا من الطفولة ثم مرورا بمرحلة الشباب بما في ذلك الزواج المبكر. طيب أنا أطلع فاصل سريع جدا ونرجع مع سيادتك ونتكلم عن الفحوصات الطبية، نعم، تفهيم السيدات أو تعريف، نعم، السيدات والرجال، نعم، تمام، طبعاً، عن أهمية، طبعاً، التحديد النسل، طبعاً، وخدمة نفسه أولا في، نعم، القضية السكانية، نعم. إيه اللي بيتم في النصيحة، نعم، في تحديد النسل أو تنظيمه مع السيدات وأهمية الفحوصات، نعم، في هذا الموضوع، نعم. فضل. النصيحة اللي مقدمة للسيدات أن لابد أن السيدة يحدث الحبل في السن المناسب للحمل، بمعنى أن ما صحش أبدا أن سيدة سنها 15 سنة تتزوج وتحمل، لأن ثبت علميا بمنظمة الصحة العالمية والهيئات العلمية مثل الاتحاد العالمي لأمراض النساء والولادة أن الحمل في قبل سن 18 يكون مصحوب بمضار شديدة جدا، تزيد فيه نسبة وفيات الأمهات، تزيد فيه نسبة مرادة الأمهات، تزيد فيه نسبة وفيات الأطفال الذين يولدوا، ده غير التشوهات اللي ممكن يطلعوا بيها أو المشاكل الصحية، وأيضا بتزيد نسبة وفيات الأطفال الموجودين. يعني السيدة لما تحمل، ليه؟ لأن السيدة اللي عندها 18 سنة أو 15 سنة أو 14 سنة ليس لها دراية وليس لها كفاءة أن هي ترعى أبنائها، وبالتالي بتزداد، وجد أن نسبة وفيات الأطفال بتبقى 5 أمثال نسبة وفيات الأطفال في السيدات اللي هم أكبر من هذه السن اللي هو 20 سنة وما فوق 20 سنة. فإذا كان ده أحد المضار، فإذا لابد أن ننظم متى يحدث الإنجاب، ومتى يحدث الإنجاب يبقى إذن لابد أن يحدث الإنجاب عندما تكون السيدة الجهاز التناسلي الخاص بها قد نضج نضجا تاما، وهو بعد سن 18 يعني حوالي سن 20-21 تكون تلقت رعاية صحية بحيث يؤهلها للحمل والولادة بأمان ولا تحدث مضاعفات أثناء الحمل. لابد أن نباعد بين فترات الحمل، لأن الحمل ده عبء على المرأة وتتحمل ومسؤولية المرأة هذا ومسؤولية عبء ومسؤولية عبء صحي كمان. الطفل ده بيستنزف مدخرات المرأة الغذائية، أيوة صح، عشان ينمو. فإذا أنا خليت الولادات متقاربة يبقى ده هيستهلك سيدة ولا تستطيع سيدة أن تعوض ما فقدته. كذلك عندما يولد الطفل المفروض الأم سترضع الطفل، أيوة، الرضاعة نفسها برضو بتضع عبء على السيدة. فإذا لابد أن أنا أعطي السيدة فترة من الزمن على الأقل 3 سنين عشان تقدر تسترد صحتها، ويقدر في نفس الوقت الطفل اللي اتولد دوت يلاقي الرعاية اللي صح تحميل. إن أنا يعني بنشوف المنظر ده الحقيقة، أيوة، تلاقي حضرتك سيدة حامل وشايلة طفل على كتفها وجرى طفل واحد ثالث، كيف يحدث هذا؟ ده طبعا دور جامعة الأزهر في وعي الواعظين والأئمة عبارة عن حضرتك. الحقيقة جامعة الأزهر قامت بدور كبير جدا في هذا المجال، وأحب أقول لحضرتك إن هي قامت بهذا الدور منذ عام 1975 عندما أنشأت المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية في جامعة الأزهر. تمام. في ذلك الوقت لم تكن هناك مشكلة سكانية، وكان عدد تعداد سكان مصر حوالي 20 مليون حاجة كده، أيوة صح، لم تكن هناك مشكلة سكانية لا في جمهورية مصر العربية ولا في العالم الإسلامي. إنما يدل على بعد نظر جامعة الأزهر والأزهر الشريف في التصدي للمشاكل التي قد تنشأ في الأمة الإسلامية. أنشأنا المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية في جامعة الأزهر، وأنشأه الأستاذ الفاضل رحمه الله والأستاذ الدكتور فؤاد الحفناوي في عام 1975. المركز ده تعرض للقضية السكانية وما هي الحلول المناسبة في الأمة الإسلامية لحل هذه المشكلة. صحيح. وفي ذلك الوقت كان مفهومنا القضية السكانية هو عدد سكان. دلوقتي طبعا تغيرت التطور أصبحت ديموغرافية السكان اللي حضرتك قلت عليها، شغله عبارة عن إيه، سنه إيه، بالضبط تصنيفات كتير بالضبط، وخصائص الإنسان والموارد والموارد المائية والموارد الاقتصادية والتوزيع الديموغرافي والصحة والصحة الإنجابية وخلافه.
وعشان كده أصدرنا العديد من الوثائق اللي تتناول هذه القضية، لكن ما أصدرناش الوثائق دي وحطناها على الرف، لا، استخدمنا هذه الوثائق في تدريب الوعاظ والواعظات والأئمة من وزارة الأوقاف والوعاظ والوعظات من مجمع البحوث الإسلامية وطلبة جامعة الأزهر. حضرتك كما تعلم أن طلبة جامعة الأزهر فيها طلبة من 140 دولة إسلامية. صحيح صحيح. نقوم بتدريب هؤلاء الشباب البنين والبنات على هذه القضايا العصرية وموقف الشريعة الإسلامية الغراء. ليه بنعمل كده؟ عشان لأن حضرتك كلنا نعلم إحنا نعيش في مجتمع شرقي ورجل الدين له كلمة مسموعة. صح. فمهم جدا رجل الدين دوت أنك تؤهله بالمعلومات الصحيحة المبنية على الدليل اللي هي صادرة من مصادر موثوق بها، مثل الصحة العالمية، الاتحاد العالمي لأمراض النساء والولادة، بنمدهم بالمعلومات في هذه المواضيع الطبية، ثم موقف الشريعة الإسلامية الغراء. فبيأتي وقت انت بتديله علم ودين، علم ودين بالضبط كده، وبندرب هؤلاء الطلبة والوعاظ والوعظات والأئمة وأيضا الرائدات الريفيات من وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي، وبنعمل لهم تحديث للخطاب الديني، بحيث أن بندربهم على أن الخطاب الديني صحيح يتناول تفاصيل العبادات، ودي حاجة مهمة جدا ووظيفة مهمة جدا طبعا، لكن لابد أيضا أن يتناول قضايا عصرية. هل في المبادرات برضو بتخص أو بتطول الأسر اللي هي الكبار، يعني الناس الكبيرة؟ كبار السن. خد بالك برضو في دور عليهم طبعا. يعني أحيانا ممكن مزبوط. الشباب يكون عايز مزبوط. ما يخلفش إلا واحد، وهو الأب والأم يقول له طب يا ابني واثنين وثلاثة قبل ما أموت، أنت أكيد بيعدي عليك الكلام ده. طبعا بيعدي عليها كتير جدا. تمام. في مبادرات بتطول الناس الأفاضل الكبار بخبرتهم برضو. بالظبط كده. إحنا بنتكلم دايما عن الصحة الإنجابية، إن هي دورة حياة بتبدأ منذ الصغر، ثم مرحلة الطفولة. أيوة. ثم مرحلة الشباب، ثم مرحلة الزواج، ثم مرحلة الإنجاب، ثم مرحلة المباعدة بين فترة الحمل، ثم تقدم السن. وتقدم السن الكبار دول مهم جدا أنك ترعاهم، ومهم جدا أنك تقدم لهم نصيحة طبعا. زي ما كنا نقول من شوية دلوقتي أن الحمل في سن 45 سنة و 47 سنة ده في خطورة في خطورة على السيدة، مع أنه ممكن بس غلط. طبعا ممكن يعني، لكن في خطورة على الأم وفي خطورة على الأبناء، لأن نسبة أيوة. زي ما حضرتك قلت الأطفال المشوهين بتبقى عالية، وأيضا نسبة الوفيات والمرارة في الأم برضه بتبقى عالية. أيضا الكشف مبكر عن الأمراض الخبيثة مثل سرطان عنق الرحم أو سرطان الثدين. يعني ما بنقولش ان الصحه الانجابيه دي هي فتره بس الحمل والولاده، لا لا لا، دي تبدا منذ الطفوله. وعشان تصل الى امه نسائها يتمتعوا بصحه جيده وامهاتها يتمتعوا بصحه جيده. صحيح. لابد ان تبدا الرعايه بهم منذ الصغر. الأستاذ الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية جامعة الأزهر، أشكرك جدا يا فندم وشرفتنا جدا. شكرا يا فندم لحضرتك. شكرا جدا. شكرا يا فندم. شكرا استاذ. كده خلصت معانا حلقة النهاردة عن القضايا السكانية، بس تناولها ضيفي بطريقة تانية خالص، يعني طريقة ذكية جدا، واتكلمنا بقى عن الأساس بتاعها علميا ودينيا، الاثنين في بعض، ما اتكلمناش مجرد علميا بس ولا دينيا بس، لا، وفهمنا برضو مع ضيفي النهاردة عن بعض الخرافات اللي بتبقى منتشرة في المجتمع وكيفية مكافحتها عن طريق جامعة الأزهر بالتعاون مع الكنيسة المصرية وبالتعاون برضو مع منظمات دولية. خلصت معاكم حلقتكم النهاردة، استنونا حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.